يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالسيارة وخرجت من منزلي مع أذان الظهر، وفي الطريق وقفت في إحدى المحطات بعد الأذان بنصف ساعة. خرجت إيش؟ أردت السفر بالسيارة وخرجت من منزلي مع أذان الظهر، وفي الطريق وقفت في إحدى المحطات بعد الأذان بنصف ساعة وصليت بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، الظهر ما تقصر، أنت وجبت عليك في البلد، وجبت عليك في البلد، أذن وأنت تخرج من منزلك داخل البلد، وجبت عليك تامة، أعدها تامة. نعم. أما العصر نعم لا بأس. نعم.